وامريكا، من جهه اخرى الصراع من زعمته الاتحاد السوفيتي او من زعمه الاتحاد السوفيتي. فلهذا الواحد ما يتعجبش لما يسمع كلمات مثلا بعض الصيحات كما صيحات نتاع سينغور. احنا علاش جاوبنا سينغور؟ انا سمعت بعد ما جاوبنا بورقيبه وجاوبنا سينغور، ربما بعض الجزائريين يعرفوا يعملوا سياسه خير منا، وربما قالوا سيدي علاش احنا نحارب الناس الكل؟ يعني الجزائري ولا يخاف ولا يقول علاش نحارب الناس الكل؟ وشكون اللي حاربنا الناس هذو؟ احنا جاوبنا بورقيبه. بورقيبه يتكلم على الاسباس ساريان، قال لك وتكلمت مع عده مرات على حكايه الاسباس ساريان، ولا من نوجه قلت واحد يحط قراعه على حدود بلادنا ولا في حدود بلادنا، قال كرعيك نجسين، يعني اغسل ما تكلمش على. بحكم اننا لا نريد ان نتدخل في شؤون الغير وان نترك هذه القضيه للشعب المغربي هو يتصرف في النهايه، قلنا لا ما ندخلش في النهايه. وكان حقا ملك المغرب في حاله يرثى لها في ذلك الوقت، وهذه معليش نسجلوها للتاريخ في امتياز المراحل الحاسمه لازم الانسان في بعض المسائل يقولها. ما القى حشاكم الا بيت المال باش يروح يتخبى فيها، باش يروح يهرب فيها كعرف. معناها الحاله اللي وصل لها في ذلك الوقت اللي تاجنوا يعني على ركيبه. طيب استنى غيرك رحمه ربي. هذاك اليوم انا خذيت تليفون قال وراه الملك عايط له قلت له واش كان؟ خبرنا. يعني التليفون هذاك معناه ان الجزائر ما تدخلش ما تساعدش الجماعه هذه، القضيه هي بينكم انتم. هذا المعنى نتاع التليفون. لا هو تحميد بالسلامه ولا هو كما استعملوه استغلته الصحافه في ذلك الوقت. انه كان كما الغرقان هذاك يشد غير في القشه هذيك اللي يلقاها يشد فيها يقول لك ربما هذه علوه كبيره ولا حبل كبير يمنعني من الغرق. التليفون اللي كنت عملته في ذلك الليله في يعني في تلك الليله المعنى السياسي بتاعه اننا ما ندخلش في الشؤون الداخليه بتاعك. حاولوا اخواننا الليبيين طبعا للمزايده السياسيه يتبهبروا خليني نبعث الطيارات يضربوا القصر الى اخره، هذا كله كان كلام فارغ. ما عارفينش يعني حتى فين جا القصر وراه موجود الملك وراه موجود سخيران. لكن سياسيا كان موقف. سياسيا خذوا موقف ضد وموقف عالمي. هذه كذلك للتاريخ لازم انقلها. بعض السخيرات كانوا في وضعيه سيئه للغايه. في وضعيه سيئه للغايه. وقعت قضيه الطائره، لا علينا هذه كلها مسائل داخليه حتى تعرفوا كيفاش السياسه نتاع بلادنا. كانت سياسه مسؤوله رغم اننا ننادي ب ونطبق الاصلاح الزراعي او الثوره الزراعيه للتسيير الاشتراكي كذا كل شيء من اجل الشعب. رغم هذا على كل حال وكثوار وكمناضلين ثوريين قلنا لا ما ندخلش في ما حولنا. اتجاهلنا حتى ما يسمى بالقوات الوطنيه. الى حد ما لان هما نفسهم ما عرفوش يتصرفوا، لكن ما كانش عندنا علاقه مع ما يسمى بالمعارضه. والمعارضه قلنا حتى لا نخلق اسباب جديده ل يعني الصراع الدائم في هذه المنطقه. والمقصود من هذا كله هو ان لا تدخل يعني الحرب البارده او شيء من الحرب البارده او الصراعات الدوليه في المنطقه نتاع المغرب العربي، هذا كل مقصود. يعني الاستراتيجيه نتاعنا كلها هي نتجنب بكل وسيله ان تصبح المنطقه نتاعنا منطقة صراع دولي بين الكبار. ليأتي ربما الوقت اللي احنا نصبح بيادق بين يديهم. هذا هو المقصود يعني، وهذا هو المقصود، وهذا هو اللي خلانا نعمل بعض التنازلات. بعض التنازلات من ناحية الثورية. لماذا؟ لأن الحالة على كل حال في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط راكم تعرفوها. من 48 والصراعات فيها قائمة ولا تزال قائمة وستبقى قائمة. من 48 من سنة 1948 من بروز القضية اليهودية أو القضية على كل حال الفلسطينية سميوها كما تبغيو، والصراع قائم والصراع محتد ولا يزال وسيبقى ما نشعرفين قداش من سنة في المستقبل. قلنا على الأقل نجنب هذه المنطقة الغربية من البحر الأبيض المتوسط. حتى تكون منطقة نتاع أمن، منطقة نتاع استقرار،
منطقة انتهى التعاون. هذه السنوات كذلك تحركنا بقوة، اشتغلنا واشتغلنا بقوة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي. على المستوى الداخلي نظن ماهوش هذا الوقت اللي انهاره ما نتكلمش عليه، هذه المسائل نتركها للتاريخ، نتركها للتاريخ، نتركها لكل الناس اللي يعني يعرفوا يقدروا الامور كيفاش كانت بالامس، كيفاش راي الحال نتاع بلادنا اليوم. لكن نتكلم على المستوى العالمي، سنة 75 65 66 67 حتى 68 كانت حالة صعبة بالنسبة للعمل نتاعنا في المستوى الدولي. الحالة الداخلية نتاعنا نفسها كانت صعبة سيئة، الحالة الاقتصادية، الحالة المالية، الحالة النظامية، يعني كانت مراحل حقا لمراحل، يعني مرحلة صعبة ومرحلة دقيقة في حياة الثورة. لكن رغم هذا يعني بصمت وبمثابرة استطعنا في مدة، او الجزائر استطاع الجزائر في هذه المدة ان تجمع الشروط نتاع القيام بدور هام في المستوى الدولي. وجدنا هذه الجزائر تدخل في معارك كبيرة لها علاقة بالمعارك الداخلية، مثلا معركة البترول. كل شيوخ البترول اليوم لو يقولوا باللي نحن عملنا المعركة هذه، وكل امام ربع برامل نتاع البترول قال لنا اللي عملت المعركة نتاع البترول، لكن ما كان والو. المعركة الحقيقية بدات اذا كان فيه اثنين نتاع المعركة من ناحية تاريخية، بداها مصدق ضمن 52 واستمرت في الجزائر. هذه المعركة الخط يعني النضالي في ميدان البترول اللي هو قلب الموازين في هذا الميدان. اما الربيع الاخرى اللي حبيت هذا الكويت والامارات وكذا، هما راهم يحاولوا في الشركات باش يبقاو، ولكن لما يوجدوا واحد محكومين من ناحية سياسية قال نأمو، لكن نأمو بالكارت ومن تحت ان نخلي لك كل شيء، وربما بعد التأمين تربح اكثر من اللي كنت انت من هذا الواقع. يعني المعركة نتاع البترول واحنا امنا، يعني كنا لنا ثقة بين هذا يعني السلاح نتاع البترول هو السلاح اللي يوجع الغرب، قلنا لازم الغرب الرأسماليين هذين نضربهم المكان اللي يوجعهم، ماهوش نستحلوا على خد وكعرف ولا نطبطب له شويه على كتف ولازم نضربه في الضربه، يعني في المكان اللي يوجعوا صحيح، والرأسمالي وين توجعوا لما ضرب له في الجيب هذاك توجعوا مليح. والحصه الكبيره مثل ما تعرفوا كانت ثروات طائله راقده يستغلوا فيها الرأسماليين، وبعض شيوخ البترول من العرب اللي ربما البعض، نرجع للموضوع هذا، ظلوا يهزوا في البرانس نتاعهم، ظلوا يهزوا في البرانس وظل الرباعه تسكر وتشري في الكازينوهات وتخوضي في الغنيات يعني دي ار ام اترافير لوروب في لامريك، والاموال في البنوك. الواقع ما كان لهم حتى وزن في هذه العمليه، وانما قال مدوا الفلوس منها كعرف اذا كان مصر تكلمت قال المتضرره من الحرب مد لها شويه نتاع فلوس، مد لها 200 دولار 200 مليون دولار و 300 مليون دولار وسكت ما كعرف، حط له هذيك الحجره في فمه خليه يسكت. علاش نتكلم على قضيه البترول؟ لازم نعرف كل الخبايا نتاع المعركه نتاعنا. علاش نتكلم على قضيه البترول؟ قضيه البترول هي معركه العالم الثالث، قضيه البترول وصلتنا لمعركه المواد الاوليه. لأول مرة العرب أصبح عندهم قيمة. العرب المهزومين، العرب المشارقة المهزومين اللي يعني من 48 وهم ياكلوا في المطرق حتى 73، اليهود وصلوا تقريبا القاهرة كذلك. طيب لأول مرة العرب يحاربوا شوية ويعطيوا طريحة يعني قتلوا شوية نتاع اليهود، لكن في نفس الوقت اليهود كانوا على 100 كيلو من القاهرة. على 100 من القاهره اليهود، اللي كان العرب يقطعوا شبه القناه قطعوا اليهود يقطعوا لنا الغرب القناه، وجاوا مروحين للقاهره حتى نسبحوا الامريكان قالوا والله تحبسوا حبسوا ما توصلوش للقاهره للماشين تغرقوا لنا القضيه وما بقاش الحزب. ما بقاش الحل.
ربما يعني تشوفوا كيفاش ننتقل من مكان الى مكان، البترول والحرب. للامور لها علاقه. اذا قضيه البترول، هذه المعارك اللي خلتها من الجزائر، قضيه المواد الاوليه، كنا نربط البترول بالمواد الاوليه، وطرحنا لاول مره يعني الموضوع امام العالم كله، امام الامم المتحده، ولاول مره الغربيين كانوا حقا قلقين، يا هل ترى يكون الاصطدام، يكون الصراع يحتد هذا الاصطدام، ام نوجد صيغه نتاع التفاهم. لاول مره في تاريخ العلاقات الدوليه الغربيين الراسماليين يقبلوا باش يكون حوار بين العالم الثالث وبين الدول المصنعه. اقول لاول مره في التاريخ، لاول مره في التاريخ يقبلها، لان معركه البترول القوه يعني نوع من ميزان القوه اللي خلق هذه الجبهه اللي خلقناها، صبحت حقيقه تهدد مصالح الراسماليه العالميه، صبحت تهدد مصالح الراسماليه العالميه. اذا لابد من رد فعل، لابد من رد فعل حاسم لوضع حد لهذا. الجزائر لعبت دور طلائعي في هذه القضيه. الجزائر اللي ما قلنا اللي كانت في 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 يعني تضمد في الجراح نتاعها وتحل في المشاكل الداخليه اللي الناجعه عن الحرب وغيره، وتحاول باش تحسن الماليه نتاعها، فاذا به نوجد الجزائر في المقدمه. البترول قال امم، ولما امنا البترول مع الاسف لا لا, لا الشرقيين يعني لا اصدقائنا نتاع المعسكر الاشتراكي وقفوا معنا، ولا العرب. في ذلك الوقت كان محمد رياض او محمود رياض كان وزير خارجيه مصر، قال ايدونا جماعه، قالوا والله ما نغضبوش راس، لان سي دو جول لا رحمه الله صديق العرب. سي دو جول لا رحمه الله صديق، اصبح صديق العرب، لان واحد النهار قدام 67 هذيك قبل 67 عمل واحد الكلمه، قال كلمه اللي يعتدي الاول ما نمدوش سلاح، يعني كانه اسرائيل في ذلك الوقت كانت محتاجه للسلاح.